اهلا بطلبه وطالبات الشهاده الاعداديه وحلقه جديده من حلقات برنامجكم مدرسه على الهوا وماده الدراسات الاجتماعيه اللي انتم متعودين كل يوم اربع نكون معاكم فيها. النهارده هيكون معانا جزء من حلقتنا هنتابع فيها خلفاء محمد علي وازدياد النفوذ الاجنبي في مصر ويمكن اللي تسبب فيها خلفاء محمد علي، وكمان هيكون صور التدخل الاجنبي شكلها ايه بسبب الخلفاء وبسبب ايه اللي عملوه زود من النفوذ الاجنبي، رغم اللي احنا قلنا ان اسماعيل باشا كان من ضمن اسباب يعني يمكن نهضه مصر مرة تانية بعد محمد علي، هو الخليفة الوحيد اللي حاول بقدر الإمكان ينهض بمصر مرة أخرى. والجزء الثاني من حلقتنا النهاردة هيكون عن الجغرافيا وتوزيع السكان حول العالم، وهنعرف توزيع السكان في العالم من خلال قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا ونشوف التوزيع السكاني هيكون شكله إيه. لكن خلوني أنوه بس في أول حلقتنا النهاردة كده، يمكن كان في جزء من الأسئلة اللي أنتوا قلتوها الحلقة اللي فاتت ما جاوبناش عليها عشان خاطر الوقت خلص مننا، إن شاء الله بإذن الله بجانب أسئلتكم النهاردة والأسئلة بتاعة الحلقة اللي فاتت هنحاول نجاوب عليها كلها إن شاء الله. وفي حاجة تانية أنا عاوز أنوه عليها، إحنا دايما مصرين إن أنتوا تتفاعلوا معانا بشكل مستمر، يعني يمكن بعض الافكار اللي احنا بنقولها بنحاول بقدر الامكان يكون في تفاعل من خلال الحلقه في الهواء، وكمان عاوزين نتفاعل مع بعض برضو من خلال الفيسبوك. في جروب اسمه جروب مدرسه على الهواء ابتدائي واعدادي، اعملوا بحث عنه كده على الفيسبوك، ده ان شاء الله باذن الله هنجمع فيه المدرسين اللي انتم بتشوفوهم هنا معانا، وكمان هنرد على اسئلتكم من خلال الجروب، واي استفسارات انتم حابينها يكون على جروب الفيسبوك. وخلوني بس احقاقا للحق، يعني يمكن اللي كان على طول مصر بفكره الجروب دوت هو زميلنا المذيع ياسر عباس، يعني الفكره هو حتى كلمني قبل الحلقه وقال لي يا هشام عاوزين ننوه على الجروب بحيث ان احنا نجمع الطلبه بقدر الامكان. نبدا حلقتنا النهارده مع الاستاذه إيلاريا عاطف زكي معلم ماده الدراسات بوزاره التربيه والتعليم. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ هشام. استاذه إيلاريا، يعني عاوزين بقى نتابع خلفاء محمد علي ويمكن من خليفه الى اخر، كانت مصر عماله بتغرق في ديون وبتقترض من البنك من البنوك الاجنبيه وبيزيد التدخل الاجنبي في مصر. دي حقيقه فعلا، في اواخر عهد الخديوي اسماعيل حصلت أزمة مالية كبيرة جدا، وده كان بسبب مشروعاته الضخمة اللي احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عنها من إنشاء كباري ومدارس ومدارس حربية ومدارس بحرية واهتمامه بالجيش والأسطول. احنا شفنا المرة اللي فاتت اهتمام الخديوي إسماعيل بكل مجالات الحياة في مصر، زراعة وصناعة وتجارة، فكل ده كان بيحتاج منه إنه يقترض من البنوك الأجنبية، فبدأ القروض دي تعمل زي بنقول كده للولاد الطوق اللي بيلف حوالين رقبة الخديوي إسماعيل، لحد ما تكعبل الخديوي اسماعيل في القروض وبدأت تتحول هذه القروض إلى تدخل في شؤون مصر الداخلية. فلقينا على سبيل المثال أن لما زادت الأزمة المالية وزادت حدتها، طلب الخديوي اسماعيل أن تيجي بعثة برئاسة مستر كيف علشان تبدأ تبحث الشأن المصري المالي وتفكر هتعمل إيه علشان مصر تسد ديون. فنلاقي أول مظهر من مظاهر أو صور التدخل الأجنبي في شؤون مصر الداخلية هو بعثة كيف. خلينا نشوف مع الولاد بعثة كيف دي جت إمتى وجت ليه ولما جت اقترحت إيه. لأن بعثة كيف لما بدأت إسماعيل يفكر إنه يحل المشكلة عرض على بريطانيا إرسال موظف كفء، الموظف ده هيدرس الأحوال المالية في مصر وهيقدم المقترحات. فعلا استجابت بريطانيا طبعا بمنتهى السهولة لأنها مستنية الموقف ده، وبعتت لنا بعثة برئاسة مستر كيف. البعثة دي اقترحت ان احنا هنعمل ادارة للمراقبة المالية، يرؤس هذه الوزارة او الادارة موظف انجليزي، يعني مش مصري. مش بس كده، ده قالت كمان انه لا يعقد الخديوي اسماعيل اي قرض دون موافقة هذا الموظف. فدي كانت اول صورة او اول مظهر من مظاهر التدخل الاجنبي في شؤون مصر الداخلية بسبب الديون. عندنا كمان مظهر من مظاهر التدخل لجنة اسمها لجنة صندوق الدين، جات لنا في 2 مايو عام 1876. أصدر الخديوي إسماعيل مرسوم بإنشاء لجنة، اللجنة دي كان اسمها لجنة صندوق الدين، دي هتستلم كل المبالغ المخصصة وتبدأ تشرف على تسديدها لأصحابها، يعني هتاخد كل المبالغ اللي هتيجي الميزانية المصرية وتبدأ تروح لكل ديان وتقول له أنت ليك كذا، اتفضل ده جزء من نصيبك من الميزانية المصرية. طبعا اللجنة دي فرضت على الخديوي إسماعيل أنه ألا يفرض أي قرار أو أي قرض دون الرجوع إلى المندوب الأجنبي. وطبعا ده تاني مظهر من مظاهر التدخل الأجنبي في شؤون مصر الداخلية. كمان في عندنا مظهر تاني اسمه المراقبة الثنائية. المراقبة الثنائية دي جت لنا في يوم 18 نوفمبر 76. المراقبة دي قالت أن احنا عندنا موظفين، واحد إنجليزي للإيرادات وواحد فرنسي للمصروفات. الموظفين الاجانب دول هيكونوا موجودين جوه الوزاره المصريه وهيشرفوا على تسديد الديون لاصحابها. برضو المشكله ما اتحلتش فبدات تكبر اكتر، فبعتت اوروبا لجنه اسمها لجنه التحقيق الاوروبيه.
يوم 27 يناير عام 1878 لما زادت الأزمة المالية حدة، فأرسلت بريطانيا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية لجنة كبيرة جدا علشان تبدأ تحقق في المسألة المصرية. المسألة المصرية اتحلت بمنتهى البساطة طبعا بعد موافقة أعضاء اللجنة كلها بأن يتنازل الخديوي إسماعيل عن كل سلطاته وكل أطيانه وأملاك أسرته لهذه اللجنة لسداد ديون مصر. طب كده الوزارة مين هيمسكها؟ اتألفت وزارة اسمها الوزارة المختلطة. الوزارة دي كانت بناء على اتفاق بين الحكومة البريطانية والفرنسية، اتألفت برئاسة نوبار باشا، كان فيها وزيرين، واحد أجنبي بريطاني للمالية والآخر فرنسي للأشغال. أعضاء الوزارة دول مستقلين، مسؤولياتهم مستقلة، لا يرتبط بالخديوي ولا بقراراته بأي شيء. في الوقت ده حصلت حاجة مهمة جدا، أن الحركة الوطنية المصرية بدأت تغضب من قرارات الوزارة المختلطة اللي هي وزارة نوبار باشا. هنا مال الخديوي إسماعيل للحركة الوطنية وعزل المراقبة الثنائية وعزل الوزارة المختلطة، وكانت النتيجة أن تدخلت بريطانيا للسلطان العثماني وأمرته بأنه يصدر قرار بعزل الخديوي إسماعيل ويعين بدلا منه الخديوي توفيق ابنه كأنه خديوي على البلد أو أنه هو يحكم بدل منه. والكلام ده كان في 1879، وبكده بتنتهي حقبة الخديوي إسماعيل من مصر. هنشوف بقى الحلقات اللي جاية الخديوي توفيق هيعمل ايه علشان يضمن بقائه على عرش مصر. بس خلينا في الحلقة دي كده، احنا قلنا الخديوي اسماعيل هو يمكن يعتبر اول الخلفاء اللي كانوا بيساهموا في نهضة مصر واللي فكر ينهض في مصر من الناحية التعليمية والصناعية والتجارية والزراعية في كل مناحي الحياة في مصر في وقت اسماعيل. ايه السبب اللي خلانا نعزله؟ يعني هو اتعزل بسبب اقتراضه من البنوك، بسبب الدين اللي بقى متكابل على مصر في الوقتها؟ دي كان سبب، يعني عزل الخديوي اسماعيل ما كانش مباشرة بسبب القروض، ده بالعكس، ده هم زي ما بنقول كده القروض دي كانت مجرد طوق لف حوالين رقبة الخديوي اسماعيل عشان يفرمل طموحاته. لو احنا فاكرين المرة اللي فاتت لما كنا بنقول ده توسع في الجنوب فوصل لمنابع نهر النيل وسيطر على سواحل البحر الاحمر وبدأ يعمل نهضة عمرانية واقتصادية وبدأ نشوف مصر بملامح جديدة وشكل جديد، لا، هي بريطانيا وفرنسا بدأت تديله قروض كتير جدا علشان يقدر يوفي التزاماته، والقروض دي تبقى مظهر من مظاهر التدخل. يعني أنا بديك فلوس علشان أضمن أن أنا جوه بلدك ليا كلمة. لما شفنا بقى إزاي بدأت صور التدخل من بعثة كيف، لجنة صندوق الدين اللي كانت بمثابة وزارة جوه الوزارة المصرية، مراقبة ثنائية ان انا اجيب واحد انجليزي واحد فرنسي واقول لهم اتفضلوا اقعدوا معايا في الوزارة ناقشوها، مش بس كده، ده انا جبت لجنة تحقيق عليا اوروبية، يعني كل الدول الاوروبية كانت كل ده صور من التدخل الاجنبي كمان، هو عاوزين يسيطروا بس على الحكم في مصر بشكل غير مباشر. بالضبط. وكانت النتيجة في النهاية لما اعترض الخديوي اسماعيل على هذه القرارات بدأت تتعزل. تدخلت بريطانيا طبعا قوة عظمى للسلطان العثماني وقالت له اعزل لي اسماعيل علشان خلاص ما مش نافع، احنا بقى هنشوف حد بديل لي. وهنشوف بقى المرة الجاية لما نيجي نشرح الخديوي توفيق عمل ايه في مصر علشان يضمن بقائه على عرش مصر. يا ترى الخديوي عمل ايه بقى، والخديوي توفيق عمل ايه بعد بقى يعني وجوده في الحكم، وعاوز يبقى في مصر هيكون شكله ايه، وهو يعتبر برغم القروض اللي خدها الخديوي اسماعيل لكن برضه هو واخد برضه من الخديوي اسماعيل مصر نوعا ما، كان في تعليم، كان في ازدهار وقتها، كان في صناعة، كان في تجارة، كان بيفكر دايما ان هو ينهض بمصر. نيجي بقى لدرسنا النهاردة وهو توزيع السكان في العالم. تمام. توزيع السكان في العالم من اهم الدروس اللي احنا عايزين نعرف ولادنا عليها. مبدئيا احنا عايزين نتكلم عن الناس دي ساكنه فين. يعني انا مثلا هبدا اشوف ولادنا دول لما درسوا في الوحده الاولى التضاريس، طب هل التضاريس دي عامل من عوامل توزيع السكان؟ دي حقيقه. علشان كده احنا لما بنيجي نشرح درس توزيع السكان الولاد مش بيلاقوا اي صعوبه في التوزيع. ليه؟ أنا ببدأ أتعرف الأول على سكان العالم، هم الناس دي عايشة فين؟ عددنا قد إيه؟ إحنا 7.2 مليون نسمة، أنتوا متخيلين يعني 7.2 مليار نسمة عايشين على سطح الأرض؟ طبعًا دي عدد كبير جدًا وعدد مهول جدًا من الناس عايشين معانا على سطح الأرض، وطبعًا مش متوزعين توزيع عادل لأن في مناطق تركز وفي مناطق تخلخل، والدي اللي هتعرف عليها النهاردة بالتفصيل. هنلاقي إن أعلى قارة من حيث توزيع السكان على سبيل المثال هي قارة آسيا. فيها حوالي 60% من سكان العالم، تلتين سكان العالم، يعني عدد كبير جدا جدا، وده طبعا لان فيها مناطق زي الهند والصين. الهند لوحديها فيها 18% والصين فيها 19% من سكان العالم، فدي هنتعرف عليها النهارده بالتفصيل. في قارات اقل قارات العالم من حيث توزيع السكان، قاره الفتيه الصغيره بتاعتنا قاره استراليا
دي قارة صغيرة اكتشفت حديثا السكان فيها لا يتعدون 39 مليون نسمة، يعني مش قد مثلا 3 4 محافظات من مصر كده. في قارة خالية تماما من السكان اللي هي القارة القطبية الجنوبية انتاركتيكا. فمعنى كده ان انا النهاردة هتعرف على فين السكان موجودين وبيتمركزوا فين، ومين اول قارة في توزيع السكان، ومين اقل قارة، ومين القارة الخالية من السكان. تعالوا كده مع بعض نشوف توزيع السكان في العالم من خلال الخريطة اللي احنا شايفينها دي. هنشوف مع حضرتك كده ومع الخريطة توزيع سكان على العالم كده او في العالم، من بس بعد ما ناخد مكالمتنا التليفونية من اسراء من اسيوط. برحب بيك يا اسراء. اهلا مستر. اهلا بيكي. انا عندي سؤال. اتفضلي يا اسراء تحت امرك. اكتب ما تشير اليه العبارة. تبدو في شكل شبه جزيرة، واكبر دولها مساحة روسيا. اوروبا يا اسراء. طب ماشي، ماذا يحدث لو كان الحد الشرقي لاوروبا بحريا اصبحت جزيرة؟ اسمعينا للاخر يا اسراء علشان انتوا كلكم بتقعوا في الموضوع ده بتقولوا اصبحت جزيرة، بس تابعينا لاخر الحلقة لان احنا عندنا مفاجآت كتيرة بسبب موضوع الحد الشرقي لاوروبا ده. مش هنقول بس ان هي جزيرة، لان احنا لو قلنا ان هي جزيرة بس مش هناخد اكتر من ربع الدرجة. فانتظريني في الاخر عشان انا هسيب 10 دقايق للاسئله من ضمنهم السؤال ده. طب خلاص استاذ حضرتك بس يا استاذ الاريا كده برضو نكتبه عشان نفتكر بس نرد على اسراء فيه في اخر الحلقه، وانت برضو ركزي معانا زي ما استاذ الاريا قالت كده، قالت لك يا اسراء، يعني بحيث ان انت تعرفي برضو الاجابه النموذجيه على السؤال. بشكرك يا اسراء. في حاجه ثانيه؟ خلاص قفلت. تمام. فزي ما احنا شايفين كده قدامنا المناطق اللي فيها اللون الاسود كتير كده زي ما احنا شايفين قدامنا على الخريطه دي، خريطه توزيع سكان. المناطق المكتظه بالكثافه السكانيه هنلاقيها دايما بنلونها باللون النقط الاسود الكتير دي. فعلى سبيل المثال مثلا في قاره اسيا، طبعا اكبر قارات العالم من حيث تركز السكان، هنلاقي فيها نسبه كثافه سكانيه عاليه ومعظمهم بيتركزوا في الجزء الشرقي من القاره. قاره اوروبا اعلى قارات العالم من حيث الكثافه السكانيه، ودي هنتكلم عنها النهارده بالتفصيل وهنفرق للولاد ايه الفرق بين اكبر عدد سكان واكبر كثافه سكانيه. كمان عندنا في افريقيا القارة بتاعتنا الجميلة دي هنلاقي ان التركز فيها بيكون حوالين احواض الانهار وعلى السواحل. في قارة امريكا الشمالية هنلاقيها في المدن الصناعية الكبرى، ونفس القصة بالنسبة لامريكا الجنوبية واستراليا. فخلينا نروح لاول توزيع وهو توزيع قارة او قارات العالم بصفة عامة. هنلاقي ان السكان في العالم بيتمركزوا في ثلاث مناطق، يا اما سهول فيضية، يا اما سهول ساحلية، يا اما مدن كبرى. طب ليه السهول الفيضية؟ لو جينا فكرنا كده هنلاقي السهول الفيضية فيها تربة خصبة ومياه وفيرة، يبقى طبيعي هلاقي فيها زراعة، يبقى فيها سكان كتير. كمان السهول الساحلية بيتركز فيها السكان حوالين البحار والمحيطات علشان المناطق دي مناطق بتتميز باعتدال درجة الحرارة. المدن الكبرى فيها 50% من سكان العالم، تخيل كده يا استاذ هشام، 50% يعني نص سكان العالم بيعيشوا في المدن الكبرى. 50% يعني في 50 تانيين متوزعين على باقي انحاء العالم، يعني هنا معنى هنا اللي انا عندي هنا في كثافه سكانيه عاليه جدا، وبالعكس هنا بالرغم من المساحات. يعني احنا معنا برضو اسماء من الدقهليه. اسماء برحب بيك يا اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مستر؟ الحمد لله تمام. انت ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك حضرتك يا ناس؟ الحمد لله يا اسماء كله تمام. انت عامله ايه مع الدراسات؟ الحمد لله. انا بس كنت عايزه اتاكد من شويه اسئله. اتفضلي يا حبيبتي. وبيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين قوسين. تمام. وانشئ أول خط حديدي بين القاهرة والإسكندرية في عهد نقط. أنا عارفة إن هو بدأ في عهد عباس باشا الأول وانتهى في عهد سعيد باشا. تمام. فأنا مش عارفة أجاوبه إزاي. هو بيقول انشئ. أنشأ. بصي، بدأ بدل ما قال أنشأ يبقى معناها بدأ. ما قالكيش أتم. لو هو عايز سعيد هيقولك أتم مباشرة. لكن انشأ دي زي وضع حجر الاساس كده. يبقى هنا هنختار مين؟ عباس باشا الاول. تمام. ايه تاني؟ وسؤال بيقول بما تفسر يعتبر اقليم المناخ المدار الحار. منطقه انتقاليه بين المناخ الاستوائي والمناخ الصحراوي. طيب اقول الخصائص المناخ المداري. هقول لك في الاخر هتقولي ايه بالظبط. منطقه انتقاليه بين المناخ الاستوائي والمناخ الصحراوي. طب في سؤال، ما النتائج هتتاكد منها في الجغرافيا؟ قولي. ما النتائج المترتبه على تقدم الخدمات الصحيه في الدول المتقدمه؟ هقول ادى الى زياده نسبه كبار السن تصل في الدول المتقدمه الى 17%. صح. تمام. ماشي. في حاجه ثانيه؟ لا بس انا عايز
عايزه تتسالي مذاكره لحد فين؟ جغرافيا كلها وعند الدستور 1923. طيب بما انك مذاكره الجغرافيا كلها، ده علامه صح او خطا؟ تعد قاره اوروبا اعلى قارات العالم من حيث الكثافه السكانيه، صح ولا غلط؟ صح. لا غلط. اسيا. ركزي. تعد تعد قاره اوروبا اعلى قارات العالم من حيث الكثافه السكانيه. كثافه مش عدد. صح. عرفت ايه الفرق؟ الفرق في ان انا بحسب الكثافه عدد السكان مقسوم على المساحه، فانا هقسم عدد سكان اوروبا 741 مليون على المساحه اللي هي 10.5، هيطلع لي حوالي 499 نسمه عايشين على الكيلومتر مربع. عرفتي الفرق؟ طيب خليكي متابعانا النهارده. ماشي ماشي يا اسماء، منورتينا. شكرا يا اسماء على مداخلتك التليفونيه. وعاوز ارجع بقى للاستاذه إيلاريا كده، واحنا كنا بنقول اللي في اماكن بيرتكز فيها عدد السكان بشكل كبير جدا وهو 50% في المدن الكبرى. تمام. دي بسبب وفره الخدمات، معظم الناس بتهاجر وتسيب الريف وتروح للمدن علشان في خدمات، مدارس، تعليم، صحه، جامعات، فدي طبعا موجوده في المدن، فبتلاقي ان معظم السكان هيهاجروا من الارياف او من المناطق الريفيه وبيتجهوا نحو المدن الكبرى. كمان المدن الكبرى بتشتهر بتوفر فرص العمل، يعني لو انا مثلا في الريف ورحت المدينه هلاقي فرص عمل كتير جدا ومتنوعه، فبالتالي هقدر ارتفع في مستوى المعيشه بتاعي وبالتالي هعيش في مستوى يعني اعلى شويه من المستوى. هي زي نسبه وتناسب بالظبط كده، يعني عدد السكان بناء على المساحه زي ما حضرتك قلت كده وفرقتي مع اسماء، بيبان بقى وبيتضح هنا نسبه الكثافه والتعداد السكاني نفسه. بالظبط. كيرلس من المنيا، برحب بيك. برحب بحضرتكم. كنت عايز، كان عندي سؤالين في التاريخ. سؤالين في التاريخ، اتفضل يا كيرلس. لمن تنسب الاعمال الاتيه؟ لمن تنسب الاعمال الاتيه؟ ثاني من فكر. معلش يا كيرلس عيد السؤال تاني. ثاني من فكر حفر قناه، في حفر قناه تربط بين البحر المتوسط والبحر الاحمر. والبحر الاحمر قبل دل الشبر. تمام. السؤال الثاني، اول احفاد محمد علي من حكام مصر؟ اسماعيل. ها اسماعيل. كنت عايزه اشاركني. عايز تتسال؟ اه. طيب مذاكر لحد فين يا كيرلس؟ مذاكر لحد سلات الجغرافيا والتاريخ كلها. طيب برهن لي يا كيرلس تاريخيا على صحه العبارات الاتيه. اصطدم طموح محمد علي بالدول الاوروبيه. برهن. الاحتلال في دول الشام والمورا وحروبه الخارجيه التي تمت بناء على السلطان العثماني. هكتب كده بس. فين الصدام حصل امتى؟ الصدمه حصلت امتى؟ ها نتيجه التحالف مع الدول الاوروبيه اثناء حروب المورا. بص يا كيرلس، هو السؤال بيقول لك ايه؟ برهن تاريخيا على صحة العبارة، اصطدم طموح محمد علي بالتدخل بالدول الأوروبية. اصطدم طموح محمد علي بالتدخل الأوروبي أو التدخل الدول الأوروبية. اصطدموا فين؟ فين الصدمة؟ كانت فين؟ الصدمة كانت في المفاوضات معهم. أيوة، اللي هي وصلت بعد كده لإيه؟ سنة 1840. وصلت لحروب الشام. 1840 يا كيرلس. 1840 مفتاح إجابة هو. فين الصدمة الحادثة الكبيرة اللي حصلت بينه وبين الدول الأوروبية؟ كانت في مؤتمر إيه؟ كانت في مؤتمر لندن. بس أنت بقى ما تجيبليش بقى حروبه، لأن حروبه دي هي طموحاته. اصطدمت إمتى؟ في مؤتمر لندن 1840 اللي حرمت محمد علي من جميع انتصاراته. تمام. ما تحفظ يا كيرلس، افهم السؤال. ماشي. تابعنا يا كيرلس. ماشي. سلام. سلام يا حبيبي. كيرلس هنا كان بيفكر دايما هو عاوز يسرد الحروب ويبعد تماما عن الجزئيه بتاعه السؤال اللي هو مفتاح السؤال، يعني زي ما حضرتك قلت بالظبط. وهي دي مشكله كتير من الطلبه، واحنا بنصحح زي ما قلنا قبل كده، شايفين شكل السؤال فهم متعودين ان الشكل ده هو اجابته في الحته دي، فلا احنا عايزين نخلي ولادنا يفكروا. هو دايما بيتعاملوا مع الدراسات الاجتماعيه بشويه من منطلق الحفظ، يعني انا بحفظ، هو طبيعي لازم ان انا اكون بحفظ تواريخ وبحفظ احداث والكلام ده كله، لكن وانا فاهم التواريخ ورابطها بالاحداث هيكون عندي الموضوع اسهل بكتير جدا في الاجابه على السؤال، خاصه ان في 30% مهارات تفكير في امتحان الاعداديه السنه دي. طب ربنا يقويهم بقى ويوفقهم ان شاء الله باذن الله. كمان عندنا في سبب من اسباب ان نص سكان العالم عايشين في المدن الكبرى، هي وفره المناطق الصناعيه الكبرى. دايما المناطق اللي فيها صناعه موجوده في المدن الكبرى،
ودي اللي هنتعرف عليها بالتفصيل النهارده. اللي احنا بنقول اللي تركزوا فيها 50% تقريبا من عدد السكان بالزبط. على مستوى العالم، العالم كله 50% من سكان العالم عايشين في المدن الصناعيه الكبرى بسبب وفره الخدمات ووفره فرص العمل وجود المصانع الضخمه والكلام. هو طبعا الواحد دايما بيجري ورا اكل عيش، وزي ما احنا بنشوف هنا محافظه القاهره عندنا التركز وتعداد السكان فيها كبير جدا. معانا محمد من المنوفيه، برحب بيك يا محمد. اهلا بيك. كنت عايز اسال سؤال. اتفضل يا محمد تحت امرك. اي صحه العباره التاليه؟ كثيرا. انا ما سمعتش. هو قال كثيرا. كثيرا؟ ها انا سمعت كثيرا كده صح؟ ها العظمى. محمد قول السؤال تاني. عايد على صحه العباره التاليه. اها. كثيرا ما تحل الدول العظمى. ما تحل الدول العظمى مشكلاتها على حساب الشعوب الضعيفه. على حساب الشعوب الضعيف. هم. لا أود أسأل، وكان عندي سؤال جغرافيا كمان. اتفضل. ماشي. اتفضل. سؤال أكل. يتمثل النيليون الحاميون هم. في القبائل نقط ونقط ونقط في جنوب السودان. هم. بس هو دي الأسئلة اللي عندي. تمام، حاضر يا محمد. شكرا. العفو حبيبي. لو جينا روحنا بقى لكل قارة من قارات العالم وبدأنا نفكر، يعني هنلاقي مثلا توزيع السكان في قارة أسيا فين، في قارة إفريقيا، في قارة أوروبا. مع كل قارة هنركز مع أولادنا في مناطق اللي فيها تركز، يعني فيها كثافة سكانية عالية جدا، والمناطق اللي فيها قلة في الكثافة السكانية، يعني الناس موجودين فين وبيندروا فين، وإيه أسباب وجودهم هنا وإيه أسباب وجودهم هنا. وعايزة دايما الولاد وإحنا بنشرح الدرس ده يحطوا التضاريس قدام عينيهم. احنا دايما بنقول ان السكان بيتمركزوا في المناطق ذات السهول الفيضية والسهول الساحلية والمدن الكبرى، وبيقلوا السكان يا اما في المناطق الصحراوية يا اما في المناطق الباردة يا اما الجبلية الوعرة. فالقاعدة الجغرافية دي هنطبقها على كل قارات العالم. بداية من اسيا، تعالوا نبدأ بقارة اسيا. لان قارة اسيا معظم الكثافة السكانية بتاعتها موجودة في دولة كبيرة جدا اسمها دولة الصين، فيها 19% من سكان العالم. وناخد بالنا هنا ان 19% من سكان العالم موجودين في الصين، مش 19% من سكان اسيا، علشان دايما الولاد بيتلخبطوا فيها لما بنيجي نقول لهم صح وغلط. يعيش 19% من سكان اسيا في دوله الصين؟ طبعا الولد اول ما بيشوف الصين و19%. بصي احنا مش عاوزين نتجاوب على السؤال، هنخلي بس هدير كده معانا في على التليفون من المنوفيه برضو. هدير، هدير اهلا بيكي. هدير راحت فين؟ انا مش عارف، انا كنت عاوز اتجاوب على سؤال حضرتك بتقول عليه دلوقتي كده، نشوف كده هتقرا بين السطور ولا لا. طب هو شكل كده التليفون قطع معاها او تقريبا قطع. فنكمل بقى نجاوب على السؤال. نروح لاسيا. اسيا فيها حوالي 4400 او 4351 مليون نسمه، وده طبعا عدد كبير جدا من حوالي 60% من سكان العالم. ثلثين سكان العالم عايشين في اسيا. فيها زي ما قلنا اكبر دولتين، الصين فيها 19% من سكان العالم، والهند فيها 18%. احنا مبدئيا مش هنسال ولادنا على ارقام في الامتحان، عشان بس دايما بنسال السؤال ده، هو احنا كل الارقام دي هنحفظها؟ لا يا سيدي، ما تحفظليش ارقام، بس احفظ لي مدلول الرقم. يعني ايه مدلول الرقم؟ يعني لما اقول ان الصين واخده مركز اول على مستوى العالم، ما ينفعش بقى اجي اسالك في صح وغلط واجي اقول لك يعيش 19% من سكان اسيا في الصين فتكتب لي صح، لان انا قايله لك هنا ان 19% دول من سكان العالم كله عايشين في الصين. فمعنى كده ان النسبه دي نسبه على مستوى العالم كله من جميع، يعني هو لازم يكون واخد باله ده على مستوى القارات كلها، مش قاره اسيا فقط لا غير، على حده يعني من 7.2 مليار نسمه. يعني 7.2 مليار نسمه دول عايش منهم حوالي مليار و33 مليون نسمه في الصين بس. لجينا حسبنا المليار و33 مليون نسمه دول طلعوا قد ايه؟ طلعوا 19% من سكان العالم. هلاقي بعديها تليها دوله الهند فيها 18% من سكان العالم عايشين في قاره اسيا. ده يخلينا ندي الولاد مفهوم كثافة سكانية. يعني ايه كلمة كثافة؟ كثافة سكانية يعني هي قسمة عدد السكان على المساحة الكلية او المساحة المعينة للدولة دي. دايما نقول الولاد تعالوا كده نشوف مصر. مصر احنا وصلنا 90 مليون من حوالي شهر كده، وصلنا ل 90 مليون واحنا عددنا دلوقتي 90 مليون. عايزين احسب الكثافة السكانية. مصر مساحتها مليون كيلومتر مربع، على 90 مليون يعني مفروض ان الاقي كل كيلومتر مربع عليه 100,000 شخص. يعني كل ال 90 مليون هقسمهم على ال 100، يعني 90 شخص في كل كيلومتر مربع. تخيل كده لو احنا مثلا مشينا من هنا لحد كيلومتر مربع قدام هلاقي 90 شخص بس.
طبعا الكلام ده مش متوزع توزيع عادل، والكلام ده مش حقيقة على مستوى الواقع. ليه؟ لان انت عندك على سبيل المثال مصر فيها مساحات واسعة جدا من الصحاري، فمش معقول السكان هيعيشوا هناك. فكل السكان على سبيل المثال عندنا في مصر عايشين حوالين الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. هو نفس المبدا اللي موجود في توزيع السكان حوالينا، احنا حتى شفنا من خلال الخريطه دايما قرب الوديان وقرب السهول الفيضيه. صحيح، وقرب السواحل. معانا رحمه برضو من المنيا، استاذه ايلاريا برحب بك يا رحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، ازيكم عاملين ايه؟ تمام الحمد لله، انت ازيك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي يا رحمه. انا بس كان عندي مشكله في الدراسات، ان انا مش بعرف احفظ خالص، مش عارفه اعمل ايه. انا مش عايزاكي تحفظي، انا عايزاكي تفهمي يا رحمه. الدراسات مش ماده حفظ خالص، الدراسات ماده فهم. افهمي واكتبي اللي انت فاهماه. احنا حتى السنه دي مش هنصحح بالمسطره يعني، واحنا بنصحح مش بنقول والله انت كاتبه زي نموذج الاجابه بالظبط، لا انا عايزاكي تكتبي اللي انت فاهماه عشان انا بحفظ. كل حاجه بذاكرها بكتبها على طول يعني، فبنساها على طول، ما بتثبتش خالص. ذاكري بالورقه والقلم يا رحمه، يعني امسكي ورقه وقلم. انا بذاكر بالورقه والقلم. وبالنسبه للخرائط سواء تضاريس او اقاليم مناخيه وزعيها على الخريطه، يعني هاتي خريطه صماء كده وابداي وزعي عليها مثلا تضاريس العالم. ما انا بجيب الوان وبقعد ارسم بقى الاقاليم وكل حاجه عليها. طب ده انت جميله خالص، ده انت رائعه. احنا مش عايزين ستي الحفظ في حاجه، اكتبي اللي انت فاهماه. بصي يا رحمه، يعني يمكن استاذه ايلاري قالت لك خلي بالك دايما بالورقه والقلم بتكتبي، يعني انت مثلا في التاريخ حاولي بقدر الامكان كده كل اخر باب تاريخ، يعني شوفي كده التواريخ اللي عندك عباره عن ايه، واعملي تسلسل من التواريخ كده واربطيها بالاحداث بتاعتها، هتلاقي نفسك انت خلصتي جزئيه التاريخ. بالنسبه للخرائط، يعني الخرائط متهيألي لازم هتكون بتحفظ الخريطه نفسها وتشوف تضاريس الخريطه ايه او المطلوب منها في الخريطه ايه. هنا برضو انا اكون واخده بالي من الخريطه، انا لو رسمتها كذا مره مع نفسي او حطيت بياناتها كذا مره اكيد مره مع الثانيه هتثبت. يعني انت حاولي بقدر الامكان ما بين التاريخ والجغرافيا تعملي كده، وحاولي دايما تفهمي. يعني احنا حتى استاذه الاريا بتقول الموضوع على هيئه قصه، بتقول قصه النهارده ايه، التاريخ عباره عن ايه، بتشرح لك التعداد السكاني عامل ازاي، وبتشرح لك ازاي الموضوع ما بين التركيز وما بين الكثافه، ونفرق دايما. نرجع بقى لموضوع حلقتنا النهارده. بشكرك يا رحمه. لو جينا بصينا على توزيع السكان في قارة آسيا، هنبدأ بالمناطق اللي فيها سهول فيضية زي نهر اليانجتسي الموجود في شرق الصين. ده منطقة تركز سكاني، وزي ما احنا شايفين كده على الخريطة مع الولاد نسبة الكثافة السكانية عالية جدا فيه. عندنا كمان في الهند نهر الجانج، من أشهر الأنهار الموجودة والولاد خدوها معنا في التضاريس. نهر الجانج اللي كان بيصب في خليج البنغال، وده برضو من المناطق اللي بتتركز فيها الكثافة السكانية بطريقة عالية جدا في دولة الهند. مش بس كده، ده انا عندي بعض الجزر الخصبة زي اليابان والفلبين وجاوة، دي جزر خصبة فالتربة بتاعتها تربة خصبة جدا جدا، فبالتالي بيتركز فيها الكثافة السكانية. مش بس كده، ده انا ممكن الاقي بعض السكان المنتشرين في بعض المدن الكبرى في مناطق زي تايوان، زي اليابان، في طوكيو في اليابان، دي مناطق ممكن الاقي فيها كثافة سكانية عالية. طب بتقل بقى الكثافة السكانية فين؟ هلاقي ان الكثافة السكانية بتقل في المناطق الصحراوية زي شبه الجزيرة العربية، او في المناطق الباردة زي سهول سيبيريا في الشمال، او في المناطق الجبلية الوعرة زي مناطق جبال الهيمالايا وهضبة التبت. ده كان بالنسبة لقارة آسيا. هنا ما بين مناطق بيزيد فيها عدد السكان وما بين مناطق بيقل فيها عدد السكان. تمام. لكن في حالة زيادة عدد السكان في مناطق معينة ايه النتائج المترتبة على بس هناخد بس كده يا استاذة إيلاريا إيمان من الجيزة. إيمان برحب بيكي. في سؤال حابه تقوليه؟ لو السؤال اللي دلوقتي حضرتك طرحه اللي هو من النتائج المترتبه على زياده الكثافه السكانيه في اسيا، هنقول ترتب عليه نقص الغذاء و صح كده؟ صح تمام كملي. انخفاض مستوى المعيشه، قله نصيب الفرد من الدخل القومي، وجود هجرات غير شرعيه يعني هجرات خارجيه بتتم بوسائل غير قانونيه تتجه معظمها الى الدول المتقدمه زي اوروبا والدول الغنيه زي الخليج العربي. برافو عليك يا امان، ممتاز. قولي لي بس يا امان، هو انت كنت واخده السؤال من على لساني؟ انا لسه سائل السؤال حالا وكنا مستنيين اجابته من الاستاذه ايلاريا. هي طيب برافو عليك، وفرت لنا الاجابه. تيجي بقى يا امان نشرح لزمايلنا هنجاوب ازاي من غير ما نحفظ الاربع نقط بتوع الزياده السكانيه في قاره اسيا. انا بنشكر بس ايمان كده. انت في سؤال معين يا ايمان او حاجه عاوزه تقوليها؟ اتفضلي. طب ناخد سؤالك. ماشي. ارتفاع معدل فئه صغار السن في الدول ما النتائج المترتبه على ارتفاع معدل فئه صغار السن في الدول الناميه وانخفاضها في الدول المتقدمه؟ انا قلت تحمل الدول الناميه ميزانيه ضخمه. صح. بسبب ان هذه الفئه تتطلب توفير الملبس والتغذيه والمسكن والتعليم والصحه. تمام، شيل المسكن دي. ماشي.
ماذا كان يحدث إذا قامت أفريقيا بالاستفادة من ثرواتها المعدنية في التصنيع؟ تمام. وهقول أصبحت أفريقيا من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع. تمام صح. وآخر سؤال معلش كان وفي سؤالين تاني. لم يكن مصطفى النحاس باشا بإلغاء معاهدة 1936. أنا جبت نتائج وقعدت أقول لم يعني لم يقوم الفدائيين بمهاجمة البريطانيين في قناة السويس ولم يتم تحطيم مدينة الإسماعيلية ولم يتم حرق مدينة القاهرة. تمام. بس هي مش تحطيم مدينة الإسماعيلية خذي بالك هو استشهاد ال 50 ضابط. تمام 50 ضابط. تمام. تم إعادة الشرطة 1950. برافو عليكي. السؤال ماذا يحدث إذا زي ما أنت قلتي كده يا إمام بنعكس النتائج. ماشي. ايه تاني؟ كنت عايزه اسال في الجغرافيا في الدرس ده بقى عايزه تسالي في عايزه تسالي في الدرس ده. طيب لما اجي اقول لك ماذا يحدث اذا تم توزيع الكثافه السكانيه على قاره اسيا توزيعا عادلا؟ لم يتم النقص في الغذاء ولم يتم قله الفرد من نصيب الدخل القومي ولم تتم هجرات غير شرعيه. بس كده. طب فكري بره الصندوق. ايه فكري بره الصندوق يعني ايه؟ يعني فكري في حاجه مش موجوده عندنا في الكتاب. هستفيد من ايه؟ هستفيد من مساحة اسيا. صح؟ انت عندك اسيا دي اكبر القارات 44 مليون كيلومتر مربع. انا عارفة. والسكان 4651 مليون نسمة. عارفة احنا لو قسمناهم على 44 مليون يطلع ان كل 98 من 100 يعني اقل من شخص بيعيش على كيلومتر مربع. يعني اقل من شخص اقل من بني ادم هيعيش على كيلومتر مربع. فمعنى كده ان التوزيع ده مش بيخليني استفيد من مساحة القارة الكبيرة. يبقى لو تم التوزيع توزيع عادل هيحصل استفادة من موارد مساحة القارة بالظبط كده بالظبط. برافو عليكي. طب اخر سؤال ماذا كان يحدث اذا الاناث اتعلموا في قارة افريقيا؟ هقول اصبحت قارة افريقيا من الدول الفائقة من حيث التعليم. تمام بس كده. تمام برافو عليكي يا امان. شكرا ايمان على مداخلتك التليفونية. شكرا جزيلا. ويعني يمكن ايمان متابعانا على طول زي ما بنقول كده. لا وشطورة من الناس المكتبة. لا هو هي عاوزينها تخرج بره الصندوق كده زي ما حضرتك قلتي. يعني بقدر الامكان تفكري ايه الاسباب اللي ممكن تحصل لو حصل كذا او حصل كذا. ده هيخليك انت فاهمة الموضوع بشكل اكبر. واحنا بنتبسط لما نلاقي اولادنا بيفكروا مش بالنمط اللي احنا حاطين لهم بيه الكتاب. لان الكتاب ده مجرد معلومات انا بديها لك تفتح مدارك. لكن ان انت تلتزم لي الكتاب ده لا هو قران ولا هو انجيل. انا عايزك تفكر. يعني انا مش عايزك تحفظ وتكتب المكتوب جواه. فكر بره الصندوق. خليهم كلهم يفكروا بره الصندوق كده. ونرجع بقى للصندوق بتاعنا احنا. ما النتائج المترتبه على زياده عدد السكان في بعض دول اسيا؟ تمام. بعض دول اسيا يعني زي ما احنا شفنا كده فيها زياده كبيره جدا في عدد السكان زي الصين والهند. طب دول لو ركزوا السكان بزياده ايه اللي هيحصل؟ اول مشكله هتقابل الدوله دي هي نقص الغذاء. قولي كده مين الدولة اللي هتقدر توفر لمليار وتلاتة وتلاتين مليون نسمة ثلاث وجبات في اليوم؟ مفيش. ده لو الدولة دي بتشتغل 48 ساعة في 24 ساعة مش هتوفر ده. فأول مشكلة طبعا هتقابل الدولة دي هي نقص الغذاء. انخفاض مستوى المعيشة. لو أنا بصيت إن الدخل القومي بتاع الدولة دي مثلا في اليوم أو في الشهر مليار هتدي مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ طبعا ده كله هيخلي نصيب الفرد من الدخل القومي يكون قليل. يعني مثلا دولة زي استراليا كده عدد سكانها قليل جدا على مساحتها هلاقي ان المستوى الاقتصادي عندهم مرتفع بعكس قارة زي قارة افريقيا او اسيا. الناس دي بتعاني من انخفاض مستوى المعيشة بسبب قلة نصيب الفرد من الدخل القومي. انا كمواطن مش عارف اخد دخل كويس علشان احنا عدد كتير قوي على مستوى القارة. ده هيخلي الناس تخرج بره هجرة غير شرعية. والهجرات الشرعية زي ما احنا بنشوف كلنا دلوقتي في وسائل الاعلام وعلى التلفزيون والسوشيال ميديا ان الناس خلاص مفيش شغل في بلدها مفيش اكل مفيش مفيش امان فبتبدأ تروح في مراكب متهالكة ضعيفة بدون اوراق وبدون اي تأشيرات داخلية او خارجية وتروح في المراكب دي في عرض البحر فبالتالي بتواجه مصيرها الغير محسوم اللي هو طبعا معظمهم. وهقول لحضرتك على حاجه كمان. احنا كمان حضرتك يعني شبهتيها بجزئيه هي جزئيه مفيده طبعا لكن احنا لو شبهناها حتى زي بالظبط احنا كده لما بنكون بنشوف اسره كبيره وعدد افرادها كتير هنشوف اكيد طبعا المساحه اللي هم قاعدين فيها مضايقاهم. المفروض الاكل برضو هيكون برضو على حسب الدخل بتاعهم نصيب الدخل فيهم هيكون بيقل كل ما زاد عدد الاسره. لو جبنا نفس الاسره عايشه في نفس المكان ده وبنفس الدخل بس عددها قليل الموضوع هيختلف تماما كتير. وحتى ما بنقول كده لاولادنا بنقول تخيلوا كده لو بابا مثلا مرتبه 2000 جنيه وانتوا اربع افراد فكل واحد نصيبه قد ايه؟ يقولوا لي 500. طب لو بقينا ستة
لا نصيبنا هيقل. فهم الولاد بقوا مدركين ان الزياده السكانيه دي هتخلي نصيبهم قليل من الدخل القومي، فده هيخلينا عندنا جيل بعد 10 15 سنه بيحد من الكثافه السكانيه في مصر. لو رحنا بقى من قاره اسيا لقاره افريقيا والقاره السمراء، القاره الجميله بتاعتنا، القاره دي رائعه. ليه؟ لان انا عندي السكان فيها حوالي 1.1 مليار نسمه. المليار واحد من 10 مليون نسمه دول عايشين على 30.3 مليون كيلومتر مربع. هنلاقيهم بيتمركزوا في مناطق السهول الفيضيه زي نهر النيل، وادي ودلتا طبعا، ونهر النيجر في دوله نيجيريا، وحوالين السهول الساحليه المطله على البحار والمحيطات، سواء البحر المتوسط او المحيط الاطلنطي او المحيط الهندي. هنلاقي كمان التمركز السكاني حوالين المناطق المداريه الحاره، ودي حاجه غريبه جدا في قاره افريقيا. يعني انا ممكن الاقي في كينيا واوغندا تركز سكاني عالي برغم ان دي مناطق قريبه من على خط الاستواء. هلاقي ليه بقى؟ لان المناطق دي مناطق مرتفعه عن سطح البحر، والولاد واخدين قاعده جغرافيه بتقول لهم ان كلما ارتفعت 150 متر فوق سطح البحر بتقل درجه الحراره درجه واحده مئويه. فالدول دي استغلت الارتفاع ده بان انا كل ما برتفع كل ما درجه الحراره بتتم اعتدالها، فلاقي التركز السكاني فيها عالي جدا. يبقى لما الولاد يتسالوا ليه كينيا واوغندا بالرغم وقوعها في المناطق المداريه الحاره الا انها بترتفع فيها الكثافه السكانيه، هنقول بسبب اعتدال درجه الحراره نظرا لارتفاعها الكبير. ده بالنسبه لقاره افريقيا، مناطق التركز زي ما احنا شفنا كده، سهول فيضيه وسهول ساحليه ومناطق مداريه حاره. كمان بيقل السكان في قاره اسيا في المناطق الاستوائيه، ودي الولاد عارفينها من زمان جدا ان حوالين مضايق خط الاستواء بيقل الكثافه السكانيه لان فيها امراض وفيها اوبئه، بالاضافه ان فيها حشائش ضاره جدا واشجار كثيفه ومتشابكه، ودي يصعب العيش وسطها. احنا معانا ريهام من الاليوبيه برضه، استاذه إيلاريا. ريهام برحب بيكي. ايوه اتفضلي. أيوة. ريهام احنا سامعينك يا ريهام. انا عاوزه اسال. طيب مذاكره لحد فين يا ريهام؟ انا مخلصه لغايه توزيع السكان في الجغرافيا. وفي التاريخ؟ في التاريخ خلصها لغاية ثورة 1952. طيب حلو قوي. طب لو انا سألتك وقلت لك برهن او دلل تاريخيا على صحة العبارة، كانت الخيانة اساس، وطي التلفزيون شوية ريهام اسمعيني التليفون، كانت الخيانة صورة من صور او سبب من اسباب فشل الثورة العربية، هتقولي لي ايه؟ فشل الثورة العربية. كانت الخيانة سببا في فشل الثورة العربية. ها بره الصندوق هنفكر. هو مين خان عرابي في الثورة العربية؟ فكري. في الثورة العربية كان فكري كده مين اللي قال له. حاولي كده أستاذ إيلاريا اديها مفتاح بس كده عشان خاطر تمسك كده اول خط الإجابة. مين اللي قال له ان القناع على الحياد ولا يمكن استخدامها في الحروب؟ ثانية قولي فكري كده. مش انتي عارفة اسباب فشل الثورة العربية؟ دي لسيبس. برافو عليكي. بسبب تواطؤ ادارة شركة قناة السويس مع الاحتلال البريطاني. انا مش لازم اجيب لك السؤال مباشر. كلمة تواطؤ دي يعني ايه؟ يعني خيانة، صح ولا لا؟ صح. طب انا لو شلتها لك وحطيت لك مكانها كلمة خيانة ما نعرفش نجاوب؟ خدي بالك من الاسئلة دي. يعني خد بالك نفس المعنى هنا، تواطؤ وخيانه يعني، بس هو انت هيكون نفس الرد ونفس الاجابه. نفس الاجابه. شكرا يا ريهام. تواطؤ اداره شركه قناه السويس مع. خلصنا كده قاره افريقيا ولا لسه؟ فضلنا بس فيها شويه مناطق اللي فيها قله في السكان. حوالين طبعا المنطقه الاستوائيه، حوالين المناطق الجبليه الوعره زي جبال البحر الاحمر، كمان في المناطق الصحراويه الفقيره زي صحراء كالهاري وصحراء الصومال وصحراء ليبيا. دي بالنسبه لقاره افريقيا اللي بقى من خلال ما سبق بنستنتج ان مناطق التركز هي مناطق الاوديه والانهار والسهول الساحليه، ومناطق الانخفاض هي المناطق الاستوائيه والمناطق الصحراويه والجبليه الوعره. نروح على قاره اوروبا. وبيسموها القاره العجوز. جميله. طب ليه بيسموها القاره العجوز؟ عشان من اقدم قارات العالم. مش دي قارات تم اكتشافها من زمان جدا وسكنها الانسان منذ ملايين السنين، زيها زي اسيا زي افريقيا. بس القاره دي ليها كده يعني، عارف، تحس ان هي لا قاره عميقه كده وليها عمق في التاريخ. اول مثلا انسان قالوا ان هو كان موجود على قاره اوروبا. القاره دي بدات تصور بسرعه وعملت ثوره صناعيه قبل ناس كتير. اخذت مننا على فكره، اخذت من الحضاره الاسلاميه حاجات كتير جدا وبنت عليها.
فعشان كده بيسموها القاره العجوز. عشان كده بيسموها القاره العجوز، ويمكن هي حتى من زمان وتاريخها يعني تاريخها. يمكن هم حتى متطورين على طول. احنا كنا بناخد يعني محمد علي لما كان بسبب النهضه بتاعته كان بياخدها من فرنسا بالزبط. انجلترا، وكان ليها مستعمرات كثيره جدا. معنا يوسف، مرحب بيك يا يوسف. اهلا بيك يا يوسف، ايه الاخبار؟ كويس الحمد لله. تمام الحمد لله. في سؤال حابب تساله؟ لا انا كنت عايز تسال. عاوز تسال؟ طيب استاذه ايلاريا معاك كده. مذاكر لحد فين يا يوسف؟ مخلص المنهج كله. كله يا يوسف؟ اه. طب ادي سؤال. ايه؟ ادي سؤال. اه. حادثه 4 فبراير عام 1842 كانت شكلا من اشكال التدخل الاجنبي. ارهب. ممكن سؤال تاني بس ثانيه؟ حاضر. حادثه 4 فبراير عام 1942. حادثه 4 فبراير عام 1942. سؤال ايه؟ ما النتائج ولا ايه؟ طب انا هقول لك اهو. اثبتت ان مصر لم تحصل على استقلالها. برهن. لان بريطانيا دخلت في شؤون مصر وعزلت ال وعزلت الخديوي وعزلت وزاره قولي حبيبي، مش لازم اسم حسين سري باشا، مش لازم اسم. عزلت وزارته وقالت وزارة تانية. طلبت، هي طلبت بتشكيل وزارة برئاسة مين؟ وزارة آخر. فاستقال هو. تاني كده، تاني كده، مش سامعة يا يوسف. يا حضرتك عزل وزارة. أيوة. فأدى ذلك إلى هو استقال لأن هو لم يأخذوا استقلالهم بذلك يعني. بص يا يوسف، انت فاهم صح بس مش قادر تعبر كويس. حادثة 4 فبراير دي مش الحادثة اللي حصرت فيها الدبابات البريطانية قصر عابدين هو فيه الملك فاروق، وطلبت عزل وزارة وتشكيل وزارة جديدة برئاسة ايه؟ مصطفى النحاس، صح ولا لأ؟ يبقى ده تدخل من في شؤون مصر الداخلية ولا لأ؟ يبقى احكي الحادثة. اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي يا يوسف، نورتنا. شكرا. العافية حبيبي. دايما انا بلاقي الطلبه، يعني انا يمكن قلتها كذا مره مع حضرتك، ما بين برهن وماذا يحدث ويعني ما ترتب على، يعني هما دايما بيتلخبطوا ما بين الاسئله اللي فيها اسراء وفيها تعبير اكتر. دي حقيقه، يعني هو مش عارف يبتدي منين وينتهي فين. هما في عندهم حاجز نفسي من الاسئله دي. هو هقول لحضرتك على حاجه، هو يمكن المسائل دي او الاسئله دي بشكل عام هي بتبقى فيها حاجز نفسي، يعني تبرهن على، فانا طب انا هقول الاحداث ولا ابتدي هقول لا اللي حصل ايه، طب النتائج اللي حصلت ايه. يعني احنا عاوزين برضو نديهم السكه بحيث ان هو يكون فاهم السؤال، فاهم معنى الكلمه نفسها. برهن يبقى انا طالب منك ايه، فاهم منك بعد كده ترتب على ايه. يعني لازم برضو هو يكون فاهم الاسئله دي. لو حضرتك بس كده في دقيقه تقول لهم بس نوعيه الاسئله دي ويكون هو فاهم السؤال شكله ايه. حاضر. كلمه برهن يعني اديني دليل، يعني قول لي ان الحدث ده حصل فعلا ولا لا، زي بالظبط زي دلل تاريخيا او دلل جغرافيا، نفس المعنى. يعني برهن هو مرادف دلل. دلل، اديني دليل ان الحدث ده حصل فعلا، ان بريطانيا تدخلت في شؤون مصر عام 1942. تقول لي الحادثه اللي حصلت في 4 فبراير غير ماذا يحدث اذا. ماذا يحدث اذا انا سايبها لمخك. انت انا كنت شايف انه ده لو ما كانش حصل كان ممكن يحصل ايه. يعني مثلا ماذا يحدث اذا لم تتدخل بريطانيا في الشأن الداخلي المصري، على سبيل المثال ما كانش هتحتل مصر مثلا. او هنعكس النتائج، هنشوف الحادثه كانت فين واعكس النتائج بتاعتها، يعني اقول ما كانش هيحصل كذا 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 كذا. كتير من ولادنا فاكرين انه دلل تاريخيا معناها ان انا اديني تاريخ. لا، دلل مثلا تاريخيا يعني اديني برهان او دليل ان الحدث ده حصل، لكن المهم برضو اللي هو يذكر بعض التواريخ المهمة الخاصة بالحدث ده. بس انا مش هكتب التاريخ وده بيبقى اجابتي. لا، انا هدعم اجابتي بالتاريخ، لكن ده مش المقصود ابدا بالسؤال. غير كده انا عايزة اولادنا يعرفوا مفاتيح الاجابة. لو لاحظت يا استاذ هشام احنا كل حلقة نقول فين مفتاح الاجابة في السؤال ده، دايما في كلمة كده بتقولك انت هتجاوب فين، فين المنطقة اللي انت المفروض تجاوب فيها. ودي احنا هنخلي ولادنا عندهم اشباع منها قبل الامتحان بفتره كافيه يعني جدا. يعني هنحاول بقدر الامكان برضو في حلقات المراجعه برضو هنكون برضو بنركز معاكم على الجزئيه دي، لان انا عارف اللي هي الموضوع ده بيلخبط شويه ما بين برهن، ماذا يحدث لو، ما ترتب على، دلل على، الكلام ده كله ساعات هو بيخلينا احنا متلخبطين. قاره اوروبا والقاره العجوز، وقلنا احنا ليس منها بالقاره العجوز. نيجي بقى لتعداد السكان في قاره اوروبا. قاره اوروبا قاره زي ما انت قلت كده عجوزه جدا، يعني ناس فيها من زمان. عدد سكانها 741 مليون نسمه. 741 مليون نسمة دول عايشين على 10.5 مليون كيلومتر مربع. ده معناه ان تقريبا حوالي مثلا 500 بني ادم عايشين في كيلومتر مربع واحد بس. نيجي بقى لولادنا ونوقعهم في فخ صح وغلط. والسؤال اللي انا سألت فيه الزميلة البنت مش فاكرة اسمها بالضبط، البنوتة اللي اتصلت،
وجاوبت برضو غلط. ليه؟ انا سالتها وقلت لها ضع علامه صح او خطا. قاره اوروبا اعلى قارات العالم من حيث الكثافه السكانيه. كانت ايمان على فكره. كانت ايمان. انا عمال افكر هو ايمان وريهام. برافو عليك. فطبعا قالت لي غلط، دي اسيا هي اعلى قارات العالم من حيث الكثافه. انا مش طالبه العدد، انا طالبه مفهوم الكثافه. انت هنا هتحللي لي الكلمه تعد قاره اوروبا اعلى كثافه؟ لا، الكثافه دي اسمت عدد السكان على المساحه. يبقى انا مش هجاوب بعدد، مش هقول لا 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 دي هي ما فيهاش، دي اقل من اسيا. لا، انا هفكر وهحسب. هنا بقى انا عايزه اشغل مخ ولادنا. هتجيب لي عدد السكان وتقسمه على المساحه، هيطلع حوالي 491 بني ادم عايشين على كيلومتر مربع واحد بس. فهنا هتاخد مركز اول كثافه سكانيه قاره اوروبا. بعكس طبعا الكلام اللي احنا قلناه، لان احنا قلنا في الاول ان اعلى قاره من حيث عدد السكان قاره اسيا. فهنا الولاد بيتلخبطوا في عدد وكثافه، تعداد سكان غير كثافه سكان. فهنا الولاد ممكن 30% يفرقوا ما بين الاثنين، وخاصه اللي حضرتك قلت برضه هم بيتلخبطوا في جزئيه تانية لما بنقول ان الصين او الهند. الصين 19 مليون تقريبا، 19% من سكان العالم. العالم، والهند 18% من سكان العالم. ده سكان العالم المحيط كله، يعني الكره الارضيه كلها. الكره الارضيه كلها. نيجي بقى نشوف التركز. هنلاقي كل السكان في قاره اوروبا بيتمركزوا حوالين المناطق اللي فيها صناعه ومدن كبرى، ودي كلها المناطق اللي في الغرب زي ما احنا شايفين على الخريطه كده، مدن كبرى او عواصم كبرى زي برلين، باريس، امستردام. كل دي مناطق فيها تركز في الكثافه السكانيه، ولندن طبعا. بالاضافه ان المناطق اللي فيها زراعه زي سهل لامبريديا في شمال ايطاليا، دي مناطق بتتركز فيها الكثافه السكانيه، زائد اسبانيا. لو جينا قارنا تركز السكان في قاره اوروبا بالشرق والغرب، هنلاقي زي ما احنا شايفين كده النقط بتقل في المنطقه الشرقيه، لان المنطقه الشرقيه دي منطقه سهول شويه اللي هي والسهل الاوروبي العظيم، فدي زراعه. بعكس المنطقه الغربيه اللي هي في الوسط والغرب، دي مناطق صناعيه. فلاقي ان الكثافه السكانيه زي ما اولادنا شايفين كده على الخريطه، الجزء الغربي اعلى كثافه سكانيه من الجزء الشرقي. يعني الاثنين فيهم كثافه سكانيه عاليه، بس نيجي ندقق كده في النقط هنلاقي ان النقط اللي هو توزيع السكان ده الشرق اقل شويه من الوسط. هو في زحمه فعلا، زحمه جامد كده في الجزء اللي احنا شايفينه اللي هو داكن قوي ده، الوسط والغرب، علشان دي فيها مدن صناعيه كبرى زي طبعا برلين عاصمه المانيا، امستردام عاصمه هولندا، باريس عاصمه فرنسا، اسبانيا. كل المناطق الصناعيه الكبيره جدا موجوده في الوسط والغرب. هنلاقي كمان ان الكثافه السكانيه بتبدا تقل في المناطق الشماليه زي فنلندا والنرويج، شايفين مفيش نقط خالص فوق في الشمال، ودي نظرا للبروده الجامده. كمان في مناطق جبال الألب لانها مناطق جبليه وعره، دي برضو بيقل فيها الكثافه السكانيه في قاره اوروبا. فهنلاقي ان قاره اوروبا زي ما احنا شايفين كده من المناطق اللي فيها كثافه سكانيه عاليه جدا، وده بسبب وفره المدن الصناعيه الكبرى وارتفاع مستوى المعيشه. كمان هنلاقي ان المناطق دي مش متوزعه برضو توزيع عادل، لان في مناطق خاليه من السكان زي الشمال لان دي مناطق متجمده تماما، ومناطق جبال الألب لان دي مناطق جبليه وعره. نروح لقاره امريكا الشماليه في عجاله كده سريعه. هنلاقي ان قاره امريكا الشماليه عدد سكانها حوالي 562 مليون نسمه، موجودين في الولايات المتحده الامريكيه تاخد مركز اول، تليها المكسيك، تليها كندا وبعض الدويلات الصغيره. مش مطلوب مننا ان احنا نحفظ ارقام عشان ولادنا بس ما يتلخبطوش. انا مش طالبه ابدا نسب مئويه في الامتحان، ومش هسالك عنها في الامتحان، بس انا عايز تعرف المدلول. يعني الولايات المتحده الامريكيه، تليها المكسيك، تليها كندا. لو جينا بصينا كده على الخريطه بتاعه قاره امريكا الشماليه، هنلاقي ان الكثافه السكانيه بتزيد في المدن الكبرى، في السهول، مناطق السهول الوسطى زي النهر المسيسيبي، والمدن الموجوده في شرق وغرب القاره زي نيويورك وزي لوس انجلوس وسان فرانسيسكو. دي مناطق بتتركز فيها كثافة السكانية في الولايات المتحدة الأمريكية. مش بس كده، في منطقة البحيرات الخمسة العظمى بسبب وفرة الموارد الاقتصادية الضخمة. تاني دولة الولايات المتحدة الأمريكية دولة المكسيك. هنلاقي إن المكسيك فيها مدينة اسمها مكسيكو سيتي اللي هي العاصمة، دي بتتميز بارتفاع الكثافة السكانية، ما فيها مناطق صناعية كبرى بلس زائد إن فيها مناطق بتتميز بخصوبة التربة. لو جينا بصينا على كندا هنلاقيها تاخد المركز الأخير من حيث توزيع السكان. ليه كندا؟ لان كندا في مناطق كبيره جدا منها زي ما احنا شايفين على الخريطه كده بارده، تقع في المناطق البارده، فبالتالي مش هلاقي فيها كثافه سكانيه عاليه. مش بس كده، ان هلاقي المناطق اللي فيها تركز سكاني في كندا المناطق الواصله بين الولايات المتحده الامريكيه على الحدود بينها وبين كندا، هي دي المناطق اللي هلاقي فيها تركز في قاره امريكا الشماليه.
لو انتقلنا لقارة أمريكا الجنوبية هنلاقي أن قارة أمريكا الجنوبية قارة من المناطق اللي بيتركز فيها الكثافة السكانية، منطقة البرازيل ودي أول دولة بتتركز فيها كثافة سكانية بطريقة عالية جدا لأنها فوق هضبة، والهضبة دي بتتميز باعتدال درجة الحرارة. مش بس كده، هلاقي في سهول الأنهار اللي هي السهول الفيضية، نهر الأوريانكو، مجموعة أنهار الأبلاطة. بتنخفض الكثافة السكانية حوالين جبال الإنديز وفي هضبة بيتاجونيا وفي حوض نهر الأمازون. دي بالنسبة لقارة أمريكا الجنوبية. نروح لآخر قارة معانا النهاردة، هي قارة أستراليا. عدد سكانها قليل جدا، 39 مليون نسمة، موجودين في دولة أستراليا، جزر نيوزلندا والجزر المحيطة الموجودة داخل المحيط الهادي زي فيجي وسوليمون، دي موجود فيها النسبة الباقية. لو جينا بصينا كده على الخريطة هنستنتج لوحدينا فين الكثافة السكانية بتزيد. هنلاقي ان الكثافة السكانية بتزيد في المناطق اللي حوالين السهول الفيضية زي سهول ماري ودارلينج، زي مثلا المناطق اللي فيها اعتدال في درجة الحرارة على السواحل. بتنخفض الكثافة السكانية في الوسط والداخل، وده بسبب ان المناطق دي مناطق تتميز بانها مناطق صحراوية حارة، فبالتالي مستوى المياه فيها مش موجود، او المناطق اللي فيها ابار وعيون مش موجودة، بالاضافة لمناطق الجبلية الوعرة حوالين جبال الحاجز الكبير. ده كان بالنسبة للمناطق اللي فيها تركز. وعرفنا هنا المناطق اللي فيها تركز كبير ومناطق ممكن يكون فيها الكثافة السكانية عالية. هناخد فاصل ونرجع معاكم بقى هنجاوب على الأسئلة بتاعة الجزء اللي هو بتاع الحلقة اللي فاتت وأسئلة الحلقة بتاعة النهاردة، بس بعد هذا الفاصل تابعونا.